بابارازي على سلامتكم، مرحبا بكم على اف ام 100.6. غبنا عليكم في الويكاند سبت وحد، وهنا رجعنا لكم اليوم في حلقة جديدة من بابارازي لو جورنال. وتوا باش نبداو في كشف الأحوال، في لا تكشف لنا حال. لا تكشف لنا حال. أو كديم ربي وما يدوم حد شيء في الحوار، وإن شاء الله ربي يهنيهم يهنيهم ويهنينا ويهني جيرهنا زاد. أو فعملوا فرحة كبيرة نهار السبت 14 ديسمبر، صحيح وما قالوا نص نهار، أما بطاو للتسعة متاع الليل تلقاها العروسة تعطلت في الحجامة. كي كل فرح لازم تصير روتار وتصير حاجة دازم بريفو هكا. على كل إن شاء الله ربي يهنيهم. برشا ناس خرجوا من الصالة مغشين مش نورمال، زعما الحلو ما عجبهمش ممكن، ولا بلكش فاميلية العروسة أو العروس ما همش متفاهمين. قول أنت مش متوافقين، ما صارش ما بيناتهم وفاق. اسمع اسمع الجماعة ما عجبهم شيء في العرس. هذه الحكومة مهما كانت لن تكون حكومة توافق وطني، هي حكومة نصف الأحزاب اللي شاركت في عملية التصويت، النصف الآخر لم يشارك، وبالتالي ليس وفاق وطني، والحوار الوطني لم ينتهي إلى توافق. لازم يعني بلبزوها كل عرس، لازم تتبلبس، ما خريش حد فرحان يا أخي. ليه فما برشا فرحانين أما متقلقي. ثم بعض قوام مش تحاول الآن كما كانت تعضى على عصاف العجل لحركة النهضة لحكومة الترويكا، مش مستبعة زيادة باش تحاول الآن بداوا من الانسحابات متاعهم. انسحابات يا أخي، فما شكون خرج من الصالة وقت العرس؟ تفهم اللي ربما تبقى دائما محاولات للتعطيل والارباك. وكحما ريتو في الصاله حما الهمامي، خرج مغشش ولا فرحان؟ فرحان، خرج في حاله في حاله. هذه الحكومه ما تنجمش تكون حكومه تاع توافق، كما قلت لك ما تنجمش تكون حكومه توافق وحكومه كفاءات مستقله، واللي يراسها هو معناها جاي من داخلها. اش معناها جاي من داخلها؟ كما صار قبل في حكومه سي حمادي الجبالي، رئيس الحكومه جاي من داخل الحكومه اللي هو معناها سي علي معناها العريب. تقول انت جامي 203 يعني؟ هذيك هي جامي 203 جامي 203. زيدوا عمي اوريكو جامي 203. تعدت عليك يا حما كما العاده، عملوا التبش متاع نطيحه هاوكا، نطحوك نطحوك وبعديك خرجت انت شاربها يا معلم. برا توش باش يفصلها هوكا الجموع، يتحسروا ويتبكوا ونادمين وياكلوا في صوابعهم. انا عنا ليكم اهداء خاص. قالوا لكم جلول عيات قلتوا لي، قالوا لكم احمد المستيري قلتوا لي، لزوكم على الفيلالي قلتوا ايه، يا اخي الفيلالي قال لي ايه. شنو شقدوا يفرجوا فيكم؟ ما انتم ما شاء الله عليكم المعارضه كلكم متفاهمين مع بعضكم، واليد في اليد الكل بميدة تونس بالجمهوري بالجبل، كلكم متمسكين ببعضكم. نطلب من الخاين الكل ومن جميع الاحزاب السياسيه اللي هي تساندوا باش نخرجوا من الازمه السياسيه الخان، وما نساوش حاجه في خريطه الطريق، فما حاجه مهمه اللي هي هيئه اسناد سياسي. الهيئه اسناد سياسي فيها جميع الأحزاب اللي بتساند رئيس الحكومة في المرحلة الجاية، وفي مرحلة انتقالية صعبة لكن نتمنى وننجحوا فيها ونخلطوا إن شاء الله الانتخابات في الستة سبعة شهور القادمين. يا أخي مش معارضين أصلهم هذم التحالف الديمقراطي؟ كانوا قبل العرس كانوا معارضين، حصلوا جماعة اللي اقترحوا الحوار ما وراني فيهم توا، وكمل النهضة والاتحاد واللي وحبيب. الاتحاد العام للشغل لم يكن يوما في تاريخه معناها مدرسة للانقلابات، الاتحاد العام للشغل كان مدرسة للوطنية، وكان مدرسة للتضحية، وكان مدرسة للعطاء من أجل تونس، وكان مدرسة للديمقراطية. تم واحد يتربى في منظمة ديمقراطية كما الاتحاد العام للشغل ينجم والانقلابي؟ مستحيل، حتى لو حاول أن يكون ما نجمش يكون، لأنه المؤسسات متاع الاتحاد وقواعد الاتحاد تقولوا لا. ولذلك الحمد لله مانيش مصدق لا تكشف لنا حالك. هاو نور الدين البحيري يمجد في الاتحاد، ما نستغربوش غدوة تخرج مسيرة متاع جماعة الشرعية بدو يعيطوا عاش عاش الاتحاد على دربك يا حشيد، ورابعة تقاوم من هنا وبغد حصيره لا تكشف لنا حالك. هاو الله يصبرك يا معارضة هوك. هاو وراهم جماعة النهضة يقولوا يرحم والدينا اللي اقترح الحوار. هاوي هاي الزينة من كشف الأحوال درصاف، سمعنا موزيك.